إلى موضوع آخر، الآن تشهد الواجهة البحرية لبوسماعيل بولاية تيبازا كارثة إيكولوجية بسبب مخلفات المصانع السائلة وقنوات الصرف الصحي التي تصب مباشرة في البحر، مما يعرض حياة السكان ومرتدي الشواطئ إلى الخطر. متابعة في الموضوع في سياق تقرير كمال كريكرو. مياه الصرف الصحي مخلفات صناعية سائلة تصب مباشرة في شاطئ بلدية بوسماعيل التابعة لولاية تيبازا، كارثة بيئية هو ما وقفت عليه كاميرا النهار. بلدية هضر معاهم مع شحال قطرة يجوا هنايا، دائما يجوا كل قطرة يجوا كل قطرة يجوا، شوفوا الزيكو هذايا دائما نهضروا على الزيكو هذايا. حنا ما ساكنين هنايا وكاع السكان هذو كاع على بالهم في الصيف كارثة كارثة. البحر حمر من بعد يجي زرق من بعد يجي صفر، تقول انت مش عارف واش وراك لا واد ولا واش تاعي. شوفريو هنا لي زيكو يتنرموا هنا طونيك بيرلا هو لي برودوي شيميك راهم يقتلوا في البحر، راهي كارثه كبيره. الحوت راهو يموت، السياح ما كاش، الاولاد صغار ماهمش يعوموا، يجيبوا الناموس يجيبوا الامراض، رانا نعاني ورانا نشوفريو يعني والله ما راهي سنين وهكذا واحد ما شافينا ولا شاف هذه الحومه. رغم تغير لون مياه الشاطئ والتدفق اليومي للمخلفات الصناعية منذ سنوات، قابله غياب تام للمسؤولين الذين أغرقوا السكان بالوعود، لكن لا شيء تغير. بلدية عندها خرجت دايرة ديزاناليز، دايرة دي ريكومونداسيون، كاين دي كوميسيون دو ولاية. هاد السمانة جاتنا الكوميسيون مينيستيريال ميكست، كانت الحد